الحقيقة يجب القول بأن قيس سعيد أول حاكم تونسي يصدع بهذه الحقيقة، وهي أن التطبيع خيانة عظمى. والشعب التونسي كله فرح بالتصريح هذا وهالالتزام هذا. بدأت بعض يعني تحركات من هنا وهناك، فأصبح القانون قانون تجريم التطبيع، لأن التطبيع يجب القانون لمحاسبة الذي يرتكب هذه الجريمة. هي جريمة يجب محاسبة من يرتكب هذه الجريمة. احنا قبل كنا وقت فرنسا كي واحد يبدأ بيوع متاع فرنسا يقولوا بيوع، ويلزم الحساب معه بأي شكل من الأشكال. وبالتالي لابد من قانون يجرم التطبيع، لابد من قانون يقول بأن ما فعله زيد الزيادي راه يوصف بالتطبيع، ويجب مقابل يعني محاكمة ومحاسبة الذي ارتكب هذه الجريمة. أنا اللي لاحظته أن الأستاذ قيس سعيد قال المخرج في الفصل 60-61 أنه يمكن الذهاب إلى المجلة الجزائية، ومن لكن المجلة الجزائية يعني الفصل الموجود في هذه المجلة الجزائية يجب أن يكون متوائما مع الموضوع، اسمه تجريم التطبيع، فصل تجريم التطبيع، يعني بهذا الوضوح يجب أن يكون الأمر بهذا الوضوح، لأن الجريمة المرتكبة هي خيانة للوطن للأمة لفلسطين. شوف، احنا قبل 82 اجتياح بيروت وقدوم اشقائنا الفلسطينيين يعني قيادة منظمة تحرير فلسطين كلها جاءت لتونس وانتصبت في تونس، سواء كان كمقاتلين او كقادة سياسيين. وطبعا عندما جاءت كل الجماعة القيادات الى اخره جمع الاخرين يعني الكيان الصهيوني، ولا كنا على الأقل رايضين شوية. فمنذ ذلك الزمن يعني أصبحنا مستهدفين يعني بأتم معنى الكلمة. والاختراقات يعني مست الجامعيين الأكاديميين، يعني أسماء كبيرة كانت تذهب إلى الكيان الصهيوني وتقدم محاضرات، هناك آخرين يعني كانوا يقيمون علاقات سرية. يعني أصبحنا تقريب بلد اخترقته الصهيونية، وأصبح خطرا على تونس الساعة، على الشعب تونس، وخطرا على الجيران أيضا، وخاصة للجزائر المعروفة بمعاداتها للصهيونية ولهذا الكيان. أكثر من هذا يعني رأينا كيف أن تحت عنوان الحج إلى الغريبة رأينا أن جماعة في بين من مطار جربة يرجعوا على رواحهم يا أخي، ولوا بالسيارات وهزين علم تونس وإسرائيل وتحية تونس وإسرائيل. هذا معقول؟ هذا ولا أصبح أمر معنا موجود؟ أكثر من هذا يعني يذهبون إلى بيت أبو جهاد الذي اغتلوه ويرقصون ولا أحد يحرك ساكنا. الزواري، أنا آخر شيء الزواري، الزواري يجي ويدخلوا لتونس ويمشي قدام داره ويقتلوه ويخرج ويمشي للمطار يكلم الأمن، يكلم الشاهد، يقول له قصيب الناس خلي يمشيوا على رواح، وخرجوا الجماعة. أكثر من هذا، اليوم الموالي لعملية اغتيال الزواري الله يرحمه، من أمام وزارة الداخلية يرسلون للقناة العاشرة تقرير ويتبجحون بأن العملية قد نجحت، والشاهد وغير الشاهد لم يحركوا ساكنا. ثم تهديدات، هذا ما فيش شك، وهما يعرفوا ظروفنا الاقتصادية، ينزل يضغط عليك من العنوان هذا، وهذا من شأنه أنه نتصدى له. الشعب التونسي وقت الأستاذ قيس سعيد قال تطبيع خيانة عظمى وعند ترشحه للرئاسة، الشعب التونسي الكل رحب بذلك رغم أنه كان ناقص خبز وناقص دواء وناقص برشا حاجات. ولذا احنا في مرحلة نتاع تقديم التضحيات، الأقصى التضحيات يزمنا نصبر. شو الفلسطينيين شو عاملين مساكن؟ شوف غزة يعني يتقدم يومين 200-300 شهيد والناس صابرة، لأنه في الدفاع على قضاياك المبدئية عليك أن تصبر، لأن حتى تحقق ما تريد تحقيقه من كرامة. القضية فيها قضية كرامة في نهاية الأمر، سواء كتوانسة ولا كتوانسة ننتمي للأمة العربية أو ننتمي للإسلام إلى آخره، قضية الكرامة هي قضية رئيسية. إما أن نكون في خندق البيوعة يعني غير المبدئيين، أو أن نكون أهل كرامة وأهل شهامة. نعم.
دور البرلمان هو أنه يتمسك صاحب الموقف إصدار قانون يجري من التطبيع، وعلى أعضاء البرلمان أن يتحدوا، لأن الشعب التونسي يريد ذلك، لأن الشعب التونسي يريد ذلك، لأن كرامة التوانسة تريد ذلك، لأن وضعنا الأمني يريد ذلك. وإذا نعمل عكس ذلك أطول شوف الأمن متاعنا شي يولي، نقول له مرتع للأعداء بصفة عامة. إذن علينا أن نتمسك، أن نضحي، أن نصر على إصدار قانون يجرم التطبيع، نكون مرونة فيه في القانون هذا، ونحيو الصراع حول العقاب هذا كيفاش يكون أو العقاب الآخر كيفاش يكون. المهم هو ردع الناس، مش إعدام الناس، لا، ردع الناس عن مخاطر يعني القبول يعني بهذا الاحتلال، وعدم يعني اعتبار هذا الأمر يستحق قانونا يجرم أي يعني خيانة معينة لهذه القضية. أولا، تونس منذ 7 أكتوبر يعني قدمت مشهدا رائعا، مشهدا يؤكد أن التونسيين ناس وطنيين، وأنه لا يستطيع الآخر أن يمر من عيوبنا. عنا عيوب، ولكن كما قال نزار قباني لم يستطيعوا أن يمروا من عيوب. عنا عيوب ولكن ما مروش، والدليل أنه يوم 7 أكتوبر رينا الشارع التونسي يعني هبط بكل ما فيه من بشر، من كبار السن للنساء رجال أطفال، والناس كلها تغني لفلسطين. فيجب أن نكون في مستوى التحديات، ومستوى التحديات يعني تجريم التطبيع وإصدار قانون يجرم التطبيع، ومدخلوش الموضوع هذا في صراعات بين هذه الكتلة وتلك الكتلة وهذا الحزب أو ذلك الحزب. نمشي ونجرم التطبيع ونرفع رأسنا عاليا، ونقف مثل ما وقفنا يوم 7 أكتوبر وقبل 7 أكتوبر مع فلسطين الحبيبة العزيزة التي تمثل بواباتنا نحو المستقبل الذي نريد. We'll be right back.